احنا صارنا هنا ما يقارب 38 يوم خوش هنا في خدمه المظاهرات الدعم اللوجستي مع المظاهرات خوش واحنا شريد المظاهره خدمته اي بعد سنه سنتين ثلاث سنوات تبقى لحد ما تطيح الحكومه شلا قلع لا اريد احزاب ولا اريد اي واحد خوش حسنا ولا برلمان اريد الشعب هو مثل روحه خوش واحنا جايين على هالقضيه شبابنا المنتفضة وجزاها ألف خير سلميتهم ملتزمين بيها المظاهرات مسلمين بيها ما عندنا أي شيء غلط فيها هسه احنا موكب هذا البياع حي العامل توميننا من ذاته من شخصيته من فلوسه الخاصة لا حزب ولا تجاه ولا أي شخص خوش له واللي يقول لك هذا خلينا نجيب لنا اياه وين الدعم الخارجي عم احنا شايفين الورقة شايفين الورقتين وين يحكي عن الدعم هاي بفلوسه الخاصة احنا بنات روحنا منطقه تلم قاسم الله وجود اخوتنا المظاهرين هاي كلها الدعم من عندنا من اخواننا من اقرب الناس ان زين هذا الدعم كله نسوي اكل نسوي تمن ومرقه وريوق وغدا وعشاء وكلها وصلاه يصلون هنا وخير من الله ورحمه وريد من الله ومن محمد والي بيت محمد يحسون الاحزاب يحسون على نفسهم قدامهم دنيا اخيره انه عبالهم تدوم الدنيا لهم ما تدوم الدنيا لاي واحد بحق محمد والي محمد اللهم شيل الغمه على الامه الاسلاميه وعلى العراق خاصه المحافظات يجون ويوصلون والحمد لله والشكر وناس مسالمين احنا ومظاهرين لا عندنا سلاح ولا عندنا شيء وهاي طالعين بيدينا زين وايد الله اقوى من ايديهم ان شاء الله عليهم بالدنيا وبالاخره والله الدافع اللي خلانا عندنا سبب الفقر سبب البطاله سبب الحكومه هاي الفاسده اللي ما تمثل انفسها ما تمثل اي بشر من ابسط هاي العمال يعني ابسط اشياء بالعراق ما جاي تطيع ابسط شيء له فهذا اللي خلاني اجي الشهداء اللي وقعت اخواننا اللي وقعوا الثوار الابطال اللي وقعوا هنا بساعه التحرير ومع العلم احنا من اول يوم 25 ولحد هاي اللحظه احنا هنا ما نقطع ابد وان شاء الله ما نقطع الا بالحكومه شلع قلع وهذا الله يشهد علينا من جيوبنا جاي وعلى واي يدلونا بموكب ممول احنا نعرف شلون نتجازى وياه احنا نعرف شلون نتجازى وياه احنا جزء مندس ويانا هاي المواكب جزاهم الله خير جاي يصفون من جيوبهم هاي المواكب كلها ما ساحه التحرير على واي نتمنى من عندهم يدلونا بالموكب الممول عمود احنا نروح نطلع من بيناتنا ما نخليه يمنا والله الدافع احنا جايين نخدم هاي الناس اللي تريد تغيير بحياتها مثل ما احنا هم نريد تغيير اجينا والله انا والحجي من كل واحد من المنطقه بس شنو اجتمعنا هنا سوينا هذا الموكب انا وهذا الحجي اول ما بادرنا جبنا من بيوتنا يعني الشاي والشكر هاي بس بعدين الناس قامت تبادر تجي وتجيب لنا وياها شاي بالليل نسوي اكل ويودوا لي الاحرار الولد بالليل يشتغلون احنا انا والحجي بس الثمانيه ونروح والباقي بالليل الولد يشتغلون اكو كثير من المبادرات دا تبرز من خلال وجود المتظاهرين في ساحه التحرير من كافه الانواع اللي متوفره بالبلد متوفره بساحه التحرير من خلال وجود المتظاهرين وشراها على حسابهم الخاص وهناك نقطة أساسية الدعم ما يكون دعم من أي جهة معينة وإنما الدعم يكون من ضمن المتظاهرين والعوائل الميسورة والعوائل اللي تزور ساحة التحرير تزود المواكب مثل الكليشة مكليشة من هالقبيل يعني والمبادرات مستمرة يعني حتى الألبسة بعض الأحيان الألبسة يتم تجهيزها إلى المتظاهرين أو حتى أصحاب الحاجات يحتاجون كذا
تجلب إلهم من المواطنين وتعطى إلى المواكب ويقوم تقوم المواكب بتوزيعها على كافة المواطنين المحتاجين. كل المبالغ اللي تجمع أو تعطى من قبل المواطنين، ما عندنا أي دعم دولي ولا عندنا أي اتصال مع أي جهة معينة سواء داخل القطر أو خارج القطر. هذا تشويه إلى سمعة المظاهرة وتشويه سمعة المطالب اللي يقوم بها المواطنون بالمطالبة. فإحنا وأقول لك يا بصراحة وأقولها بصراحة، مو بس من عندي، لو تسأل أي مواطن اللي موجود، أي دعم خارجي وداخلي ما موجود، ولا عندنا اتصال بأي جهة معينة، ولا لمعلوماتك من أزيد علم ماكوش الآن. أكو خاف يقول لك أكو قيادة موجودة تدير المتظاهرين، ما عندنا قيادة هنا عفوية بالتنسيق مع كل المواكب تتخذ القرارات والإجراءات وتقوم بالعملية. عمو بس ما خسته اكو ناس طلقت موهبته هنا خلال مساحه التحرير، يعني اللي فنان اللي جاء قدم ما يكون بقلبه وفكره، الرسام طلع موهبته هنا داخل النفق، النفق صار له هواي ما مرسوم به شيء، صارت اشياء كلش حلوه. اللي عنده موهبه الشعر اجى لقى شعر هنا، اكثر المواهب انطلقت، اللي عنده فن الشعر الرسم الافكار كلها جات تنطرح هنا. واحنا هذا بلدنا، احنا لازم نكون ايد واحده، احنا هنا مو مخربين، احنا هنا سلميين وجاي نخدم وطننا واحسن من غيرنا. هاي صار لنا سنين احنا هذا على هذا حالنا، ما قدرنا اللي نسوي عليه، وان شاء الله بعد الاكثر والاحسن والتوفيق من الله، ان شاء الله الانتصار قريب ان شاء الله. بالبدايه تحياتي لكم لكونكم اعلاميين تنقلون الحديث الحقيقي في ساحة التحرير والتظاهرة للمجاهدين الأبطال الذين يرابطون في هذه الساحة ساحة التحرير. بالنسبة احنا نقدم المأكل والمشرب للمتظاهرين دعما لهم حتى يشعرون بأننا مساندين لهم ضد الحكومة الفاسدة. زين، هذا من جانب. الجانب الثاني الجانب المعنوي، حتى لا يشعرون بنقص من مأكل ومشرب، ونحن مستمرون في هذه الساحة لدعم المتظاهرين ولله الحمد. قلت لهم اليوم الدنيا باردة، يراد لها شوربة ويراد لها شلغم، أو جيبوا لنا بس لا لنقنع على بسرعة تقشر. أي سوينا حليجة بعت بسيرة ما مزعتها، وخير من الله، شكر لله، الحمد لله وشكرك. ما تخاف تجون لا وعلي ولا خاف، الحمد لله والشكر. هو الموت وين ما كان، كل حي علي موت. نصر من الله وفتح قريب، بعون من الله سبحانه وتعالى هاي الانتفاضة هي منتصرة بحول من الله وقوته. كل إنسان إذا مو ما مؤمن بشغلة ما يسويها، مثل جيتك للمظاهرات أو دعمك للمتظاهرين. فاحنا اليوم بادرنا بهذا اليوم البارد، قلنا اليوم الله سبحانه وتعالى يسهل علينا ونوصل حتى نقدم ولو شيء بسيط لاخواننا المتظاهرين. والحمد لله والشكر رب العالمين، الله وفقنا ووصلنا، وان شاء الله ما ننقطع عن هاي الخدمه، هي خدمه حسينيه ان شاء الله. مثل ما نخدم بالمواكب نخدم المتظاهرين اخواننا اللي هم ضحوا باغلى ما عندهم بدمهم وشبابهم الغالي. اليوم جبنا شلغم ولالنقي
وشوربه الحمد لله والشكر، وده نوزع الحمد لله والشكر رب العالمين. احنا اليوم واقفين في ساحه التحرير وباسم حشائر بغداد نساند جميع المتظاهرين ونقف معهم ومع حقوقهم المطلوبه، وكما نشكر جميع من قام بالعمل اللوجستي وخدمه المتظاهرين من اصحاب المواكب والمستشفيات وجميع وحتى اصحاب التكتك قاموا بمساعده ابنائنا في التظاهرات السلميه. فنحن اليوم نقدم شكرنا باسم العشائر لجميع من قام وقدم كل الامور لخدمه المتظاهرين، ونحن نقف ونساند جميع المتظاهرين في حقوقهم المشروعه وباسقاط الصنم الذي قام بضرب ابنائنا المتظاهرين في العراق وفي بغداد وفي الناصرية والبصرة وجميع المحافظات العراقية. فنطالب بمحاكمة الجميع من قادة ومن حتى رئيس الوزراء المستقيل، لازم أن يحاسب على كل أفعاله وقتل هذه الشباب، لأن هذه الثورة الإصلاحية لم تقف إذا مو في دم الشهداء ودم الشباب أكثر من باقي الشرائح الاجتماعية. فنطالب جميع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة لاهاي في الهند محاكمة جميع كل من قام وأطلق النار وقتل شبابنا. حلق العالم مجاني، العالم يعني مو بس من بغداد، من بعض المحافظات جايه، والعالم يعني ما عنده مجال تحلق او ما عنده ماده يعني تحلق، تعرف المحافظات تختلف عن هنا الحلاقه او شيء، احنا اللي نقدر عليه نسوي. احنا اولا جينا مجموعه كامله، جينا ننظف لان اكو عالم واجب انساني. واجب وطني مثل ما العالم تحتاجنا بالساتر هناك، ها احنا العالم تحتاجنا هنا التنظيف، ننظف ونرتب. اكو عالم غيرنا تركب توزع اكل، بس احنا شفنا التنظيف اهم للعالم اكثر، ونوصلهم الفكره عمود شنو هم يخربون، بس احنا ما نخرب شوارعنا، احنا ننظف اكثر. وهاي احنا جمعنا احنا 13 واحد كل يوميا نطلع من يمنا ننظف الشارع كله من ساحه التحرير للنفق، وبادر انساني يعني. احنا جينا يد وحده هنا، لا يهمنا لا بطن لا برد ولا كل شيء، حتى حر ما يهم. والله ثق بالله ماكو محلي بالمنصور كبير، شوف ايش كبره كبير. با جبتهم هنا ثلاثتهم هنا، الخاطر هذول المظاهرين خطيه با. محافظات نايمين عندنا نوم، محافظات غير نايمين نوم هنا يطلعون. والله محل عزتنا كلها جبتهم هنا با، خليتهم يفتحون ثلاثتهم والله. عمود هاي المظاهرين خطيه، هذا يجيني الحلبوسي راح اعطيكم هاي، وانا قاعدين هناك الحبري تحكي ما تقدر تحكي ياهم. هاي خيمتكم هم يجون شباب يباتون يومكم. هاي منا شوفها من اول خيمه منا جريت داخل نجي متواصل بيهم تواصل والله خاب المحافظات كلب بيهم طالع مباتو قاعدوا خطيه نعطيهم جيب الماكل وما قاعدوا. تعبنا والله تعب، مليان من هاي السوالف والله، تعبان كلنا مليان. النفق اللي كان عبارة عن خرابة، شفت شلون صارت الرسومات حلوة، الناس الفنان برز فنة، صاحب المواكب اللي جاي تخدم وخدم خدمة عفوية مو لأي شخص، ويعني انت جاي تشوف الخدمات، وبالنسبة للخدمات كلها عفوية وكلها شخصية. كل احنا هنا بالنسبة والله احنا بالنسبه كموكب نقابه السكك والاتحاد العام لنقابات العمال
احنا هذا يقدم وجبات اكل وشاي ومن العلم الشاي الاحمر كجرات ونوم بصره وشاي العادي. يعني كل شيء اللي يريده. كل شيء اللي يريده المتظاهر، وهذا كله دعم يعني من داخل الاشخاص نفسهم اهل الاتحاد، يعني يجمعون بياناتهم، يعني ما اي دعم مادي او فشي لا هاي. ماكو تمويل يعني؟ لا لا اي تمويل ماكو. يعني احنا صراحه دافعنا الوطن. يعني احنا لا تنسى احنا الوطن مالتنا دافعنا، وهذا الدافع يعني هو هذا حتى على المسؤول المفروض هذا يدفع هذا الدافع. انت جاي تشوفنا هسه اليوم جيتنا بالمطار وجاي تشوفنا الخدمات موجوده لحد الان. يعني الحمد لله والشكر احنا من نجينا لهذا الشيء يعني متوقعين اكثر اصعب الظروف. احنا جينا بضرب الدخانيات وضرب الهاي البطاريه هنا. الدافع الأول والأخير هو حبنا للوطن، حب العراق، فخلانا نترك عملنا، نترك كل شيء بحيث نخدم هاي الثوار. أنا موظف تقريبا صار لي شهر وشوي، يعني أكثر من شهر ما مداوم، يعني ضراب لأجل الوطن عام. أجينا خدمة عامة، كل شيء متوفر. إحنا موقفنا بدأ من يوم 28 بالشهر لحين هذه الساعة، ريوق غدا عشاء كذلك. من بعد 12 بالليل كذلك عندنا وجبة، يعني اللي يبقون أكو جواله مستمرة خدماته، وماكو تعب لا كلام لا ملل لأجل العراق. الانتخابات هي الحرب الوحيدة وتختار من الرجل المناسب في المكان المناسب. وجهتكم ضعيفة هذه الفاسدة والحرامية. أرسلنا الشعب إليكم وقال لنا اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها رجل لا يكرم عنده أحد. إننا لا أرسلكم الشعب إليك لأنك من أهل الدستور والنزاهة. Thank you.
خير ان شاء الله.
قدامونا اللي حلوه تخبل طلع على كم هيك لا صورنا